السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا اليوم خاصة بالوليدات اللي جالسين في الدار في هذا الحجر الصحي وباغين فاش يتلاهاو. جبت ليهم اليوم فاش يتلاهاو السلايمر او عجينة الصلصال بطريقة سهلة وبسيطة. 3 ايام وليداتي تابعيني: ماما صايبي لينا سلايمر، ماما صايبي لينا سلايمر. واليوم قررت انني نصايبهم ليهم مكونات بسيطه وبالوان متوفره في المنزل. بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا معايا، عندنا تقريبا كاس ديال الدقيق مع كاس ديال الماء، عندنا 2 معالق ديال الخل، وعندنا 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وايضا عندنا 2 معالق كبار ديال الخل. اما بالنسبه للالوان فكيف ما كتشوفوا اللوينات، ها هما عندنا هذا اللون الاصفر واللون الاخضر واللون الاحمر. هادو عندي في الدار، يعني ملونات غذائيه. كاين اللي كيكون عنده بودر، وكاين اللي كيكون عنده هذا الكولوري السائل. واللون الرابع والخامس غيكون اللون الابيض ديال العجين، واللون البني غادي نديرو من نوع ديال نسكافي. يعني غندير نسكافي باش تعطيني هذاك الكولور اللون البني. نخلطوا المقادير باش نحصلوا على سلايمر ديالنا اولا العجين. وليداتي دابا راه دايرين بيا وحاضين. الكاس ديال العجين ديالنا ها هو. انا تعمدت ندير كاس كبير ديال العجين لان عندي 3 الوليدات، باش يلاه سقدنا العجين غنضيفوا معاه 2 معالق كبار ديال الخل. الخل هو اللي كيخلي لك العجينه متماسكه وما كتقصحش بالزربه. غنضيفوا عليه ايضا 2 معالق ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيفوا عليه الماء تقريبا حتى هو كاس قد الدقيق قد الماء. وايضا غنضيفوا واحد شويه الملحه باش تخلي هذيك العجينه ديالنا متماسكه. وغنحاولوا نخلطوا هاد المقادير مزيان مع بعضها حتى تجانس لينا. من بعد غادي نديرهم فوق النار على عافيه مهيله، وغادي نبقى نحرك بشوي بشوي. فوالا كيف ما كتشوفوا مازال يمكن لي نزيد شويه الماء. جيب لي شويه الماء بابا وغنحركو. نقدر نزيد شويه الزيت النباتيه حتى هي، حيت هاد المكونات، حيت هاد المكونات هي اللي اللي غادا دير، هي اللي غتخلي العجين ديالنا يتماسك مع بعضه. عفوا، غنزيد تشويه الخل. ما تخافوش من الخل ومن الزيت، هما اللي كيخلوا هذيك العجينه ديالنا طريه. وغادي نحرك مزيان حتى تتحرك لينا العناصر، وغادي نمشي الان نحطها في عافيه مهيله ونخليها حتى شفتوا القوام كيفاش ولا. فوالا والان غنمشي نحطوها فوق النار. العجين فوق النار على عافيه مهيله كما كتشوفوا، وغادي نبقى نحرك، غادي نبقاو نحركو حتى تماسك لينا. شفتوا العجين؟ غادي نبقى، شفت ليا بابا بحال هكا، غادي نبقى نحرك مزيان فوالا حتى تنسجم لينا. شفتوا العجين كيفاش ولات؟ جمعت راسها. نزيدها واحد شويه طيبه صغيره. فوالا شوفوا القوام كيفاش ولا. العجين ديالنا ها هو القوام ديالو. شفتوا كي داير؟ ما كيلصقش في الايدين، رطيطب وكيبقى مده طويله. ويمكن الوليدات ناعم ناعم بزاف، والوليدات يشكلوا الشكل اللي بغاو. الان دابا غادي نمشو نديرو نبدلو ليه لي كولوغي ديالو. كيف ما قلت لكم عندنا 3 اللوينات، دونك غنقسم العجين على 4. ها اللون الاول واللون الثاني فوالا، واللون الابيض حتى هو غنخلو منه حقه. انا للاسف ما عادت بلاتي بابا، درت اللون الاولاني، درت فيه نسكافي، ها هو عطاني اللون الاسود فوالا.
ودابا غنختارو، غنخلي اللون الابيض حتى هو فوالا. اللون هذا درتو بنسكافي وهذا خليته ابيض فوالا. ودابا غنبدلو، نديرو هاد اللوينات كل لون غنحط ليه اللون ديالو. غادي نكبو كيف ما شفتو اللون ديالنا طار. فوالا غادي ناخذ اللون حمامر دابا حضرنا اللون دابا اللون الاخضر. كاين اللي عنده اللون كيكون غبره وكاين اللي عنده سائل بحال هكا. دابا عرفتي العجينه ناعمه ناعمه واللوينات كيشهيو، ولكن الوليدات غادي يعمروا لي صباغه. ايوا هذا جهدنا على الوليدات في الحجر الصحي، شفتوا ما كتلصق ما والو. هو ها هو صيبناه، من بعد غنديروا منهم الشكيلات، والان غنضيفوا اللون الاصفر. حتى هو وها حنا بملونات ونكهات منزليه. حتى هذاك سيرو سبور عرفتوه الا كان عندكم، ممكن حتى هو بغيتو عجينه حمراء واللوينات ديروهم من عندكم اختيارين. الا ما لقيتوش جيبوا هذا ستيلو، ستيلو حمر ستيلو خضر ستيلو خذ البدايات ديالو وديروا اللون. فوالا ها حنا سالينا، ولكن الوداتي ولاو على مزيناتهم. ودابا ها هو اللون الاصفر حتى هو كيف ما كتشوفوا. سلايمر ديالنا اولا العجين بالدقيق ها هو حضرناه، سهل وبسيط وسهل التحضير. ولكن ما نعاودش لكم على الوداتس ولاو حالتهم، فلا بغيتو تخدموا بهم حاولوا انكم ديروا ليغون باش يديكم ما يعطوش هذا اللون. شفتو كيفاش جات؟ جاو زوينين. ها نتوما نجربو مثلا هاد الكولور، ها ديري بيه الشكل اللي بغيتي، الطريقه اللي بغيتي، اشكال بطه الوليدات. هاي بطيطه ديرو العوينات. المهم هذه هي السلايمر. نتمنى حلقة اليوم تنال إعجاب ديالكم وتفرحوا وليداتكم، وديروا حتى نتوما هاد العجين السهل والبسيط واللوينات راه كيف قلت لكم راه ديروهم غير من عندكم. أنا خديت هذا درتو غير بنسكافي البني الأبيض، خليت اللون الأبيض، وهاد اللوينات اللي كانوا عندي في الدار ثلاثة الألوان ديال الحلوى راني درتهم. فرحوا الوليدات في هذا الحجر الصحي ياك يحيى؟ وتا ماما فرحتنا بهاد السلايمر وهاد العجين. عجباتكم؟ عجباتنا. عجباتكم محمد رضا؟ عجباتنا. حلاتنا بهاد السلايمر. اشنو غديروا بها؟ المقادير غا سهلة. شفتوا؟ المقادير ساهلين و وبساط وبساط وهاد الهمبرجر. المقادير ساهلين وبساط، وليداتي بداو كيتعلموا معايا في قناتي. فرحوا وليداتكم حتى نتوما، صايبوا لهم شكيلات. خذوا اي حياه شكيل، دير اختار اللون اللي بغيتي. يلا خذ بعدا اللون ديالك. اللوينات كيف ما كتشوفوا رائعه وسهله وبسيطه. مثلا هذا اللون راني صايبته غير بنسكافي، هذا اللون العجين العادي، وهادو لوينات مكمله.